السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في الحصة سأشارككم موضوعا خاص بدراسة دالة المستوى الثانية بكالوريا. اخترت لكم هذا الموضوع لأنه مهم ويتضمن أسئلة مهمة للغاية، إذن على بركة الله. إذن الموضوع هو أمامكم، قسمته إلى عدة أجزاء. إذن سنقوم أولا بالإجابة عن هذا الجزء ثم يلي الأجزاء الأخرى الموالية. إذن عندنا واحد الدالة اللي هي معرفة كما ترون أمامكم، او دو إكس موان إكس موان زان بالنسبة لإكس أصغر أو تساوي الصفر، و اف دو إكس تيكال أن دومي إكس كاري موان إكس كاري ألان دو إكس بالنسبة لإكس أكبر قطعا من صفر. إذن عطاونا هذه المعطيات، هي عندكم الوقت باش تقراوها كافيا. إذن أولا أسئلة بين أن الدالة متصلة في الصفر، قابلة للاشتقاق في الصفر أو النتيجة مبيانيا، واحسب النهايات موال لانفيني بلس لانفيني. كذلك بالنسبة لإف دو إكس سور إكس دائما، والتأويل الهندسي بين أن المستقيم دلتا فهو مقارب مائل بجوار موال لانفيني، ثم أدرس الوضع النسبي في المجال موال لانفيني زيرو. إذن غادي نجاوبوا على هذه الأسئلة، إذن ثم ننتقل إلى الأسئلة الموالية. إذن على بركة الله، إذن لا بأس أن نكتبوا الدالة. إذن باش نبينوا بأن الدالة فهي متصلة، إذن أول حاجة خص نبينوا لا ليميت دو إف دو إكس عندما تؤول إكس إلى زيرو موان تساوي ليميت عندما تؤول إكس إلى زيرو بلس. أو بالنسبة لليميت زيرو موان خص ناخذوا الدالة المعنية وهي او دو إكس موان إكس موان زا. إذن إلا عوضنا بالصفر نلاحظوا بأنها ليميت إيكال زيرو، بينما الليميت دو اف دو اكس عندما تؤول اكس الى 0 بلس هي لا ليميت ديال ان دومي اكس كاري موان اكس كاري ln دو اكس. بيان سور غتقول لي لا ليميت دو اكس كاري ln دو اكس عندما تؤول اكس الى 0 بلس راه هي لا ليميت دو اكس فوا اكس ln دو اكس، ساشون كو هذا هو زيرو و تيسا زيرو بالنسبة للدرس، دونك زيرو. وبالتالي ليميت دو اف دو اكس عندما تؤول اكس زيرو بلس ايكال زيرو. اذا تلاحظوا بان لا ليميت ا دروات ايكال ليميت ا غوش، يعني ان الدالة اذا اف هي دالة متصلة في الصفر. اذا السؤال الموالي هو بين ان الدالة قابلة للاشتقاق في الصفر. هذا يقتضي منا أن نبحث عن ليميت دو اف دو اكس موان اف دو زيرو سور اكس موان زيرو، اللي هو تو سامبلومون اف دو اكس سور اكس. إذا هنا بالنسبة إلى كانت اكس أصغر من صفر، لدينا في هذه الحالة اف دو اكس سور اكس غتكون هي او دو اكس موان اكس موان ز سور اكس. نقدر نكتبوها على الشكل التالي x موان ز سور x موان ز. دون سو كا لا ليميت دو اف دو x سور x عندما تؤول x الى 0 موان غتكون هي لا ليميت ديال او دو x موان ز سور x موان ز، ساشون كو هذا في الدرس هو ان، دونك ان موان ان سي 0. كذلك ليميت دو اف دو اكس سور اكس عندما تؤول اكس الى 0 بلس هو الليميت ديال ان دومي اكس موان اكس ln دو اكس سي بي ايكال ا 0. اذا تلاحظوا بان النهايات اليمين وعلى الشمال فهي بحال بحال، اذا غنقولوا بان اف فهي قابله للاشتقاق في الصفر، وبالتالي سي دو اف فهو يقبل ان دومي تونجونت ا دروات اي ا غوش، يعني نصف مماس. بطبيعة الحال المعادلة ديالو هو ايكغيك هي اف بريم دو اكس زيرو فوا اكس موان زيرو بلس اف دو زيرو، يعني هو صفر. اذا هذا هو التأويل الهندسي. الان غادي نمرو للسؤال الثالث، وهو بين أو احسب النهايتين عند بلس لانفيني يا موان لانفيني. دونك ليميت دو اف دو اكس عندما تؤول اكس الى بلس لانفيني هو لا ليميت ديال ان دومي اكس او كاري موان اكس او كاري ال ان دو اكس. نقدر نكتبوها على هذا الشكل لتفادي
الشكل الغير المحدد دونك سي ان دومي موان الاندكس هذا بلس لانفيني مع مول لانفيني دونك سي موان لانفيني. بالنسبه ليميت دو اف دو اكس ا مول لانفيني سي لا ليميت دو او دو اكس موان اكس موان زيرو دونك سا سي زيرو دونك راس موان موان لانفيني سي بلس لانفيني. كيفاش هاد الحالة سبحتو على الفروع اللانهائية دونك نقلبو على ليميت دو اف دو اكس سور اكس ستادير هي لا ليميت دو اكس او فاكتور دو ان دومي موان الان دو اكس كيني اوتر كو موان لانفيني. اذا هنا التأويل الهندسي وهو ان المنحنى سي دو اف يقبل فرعا شلجميا اتجاهه محور الأراتيب. السؤال الرابع وهو المقارب المائل. إذن بجوار موال لانفيني خصنا نديرو ليميت دو اف دو اكس موان موان اكس موان زه عندما تؤول اكس إلى موال لانفيني اللي هو نهاية ديال ليكسبونونسيال دو اكس دونك بيان سيغ إيكال أ زيرو. إذا نقولو بأن الدلتا ديال المعادلة إيكغيك إيكال أ موان إكس موان ز فهو مقارب مائل بجوار موان لانفي. الآن دراسة الوضع النسبي تقتضي منا طبيعة الحال هو إشارة إف دو إكس موان إيكغيك ستادي إف دو إكس موان موان إكس موان إيكغيك عفوا موان زه اللي وجدناها هو ليكسبونسيال دو إكس. نعرفو بأنها لي بوزيتيف كيلكو سوا إكس أبارتونون أ أن أون بارتيكولييي يعني في المجال موان لانفيني زيرو. نعلمو جيدا أنه أو دو إكس فهي توجور بوزيتيف وغتكون أصغر من أن. إذن نقول بأن في هذه الحالة المنحنى ديالك غادي يكون فوق المستقيم الدلتا. إذن فوق المستقيم الدلتا. إذن فوالا غنمشيو دابا الآن السؤال الموالي. الآن فوالا تتم ذلك السؤال الخامس بين ان اف بريم دو اكس ايكال او دو اكس موان زا بالنسبه لاكس اصغر من صفر و اف دو اكس ايكال بالنسبه اف بريم ايكال موان دو اكس ان اندكس بالنسبه لاكس اكبر قطعه من صفر. ثم استنتج ان اف تناقصي على المجالين موان لانفين زيرو اي ان بلس لانفين وتزايد على المجال زيرو اعطي جدول التغيرات ثم اول هندسيا النتيجه اف بريم دو ان ايكال ازيرو. بين ان سد اف عفوا حل في المجال زيرو بلس في المعادله اف دوكس ايكال زيرو ثم اول نتيجه مبيانيا بين ان سد اف يقبل نقطه انعطاف واحده في المجال زيرو بلس لانفين اوف سولا دو موان زان ثم انشئ المنحنى. اذا سنجيب عن هذه الاسئله تباعا. اذا بالنسبه للسؤال الاول اف بريم دو اكس اذا غادي فهو يساوي في حالتين اذا كانت اكس اصغر من صفر هي اف بريم ايكال ولكن الا كانت اكس اكبر في هذه الحاله غنكون عندنا ديريفي هي اكس موان دو زيكس الان دو اكس بلس اكس تادير هي موان دو زيكس الان دو اكس هذه بالنسبه لاكس اكبر قطعا من صفر. الوغ بالنسبه الا كانت اكس اصغر من صفر يعني عندنا او دو اكس يعني ان اصغر من اه وبالتالي او دو اكس موان ز اصغر من صفر مما يعني ان اف بريم دو اكس اللي هي ايتيكال او اكس موان ز دونك اصغر من صفر وبالتالي ان اف غتكون تناقصيه في هذا المجال. كذلك غادي نشوفوا الحاله الا كانت اكس اكبر قطعا من الصفر عندنا اف بريم دو اكس ايتيكال موان دو اكس الان دو اكس. نعلم جيدا ان لا ريزولوسيون دو اف بريم دو اكس ايكال زيرو يعني ان اكس ايكال ا ان. اذا في حاله الا كان اكس ينتمي الى المجال
ان بلس لانفيني سافيدير ما معنى هذا؟ يعني ان اكس اكبر من ان، وبالتالي ln دو اكس غتكون اكبر من صفر، سيتادير كو موان دو اكس ln دو اكس ضربنا في السالب غادي كتعطينا سيتادير كو اف بريم دو اكس الي نيجاتيف. اذا هذا يعني ان اذا من خلال هاد النتيجه هذه تلاحظوا بان اف بريم دو اكس فهي سالبه هنا وسالبه هنا، يعني ان اف فهي تناقصيه على المجالين اللي هما موان لانفيني زيرو وكذلك على المجال ان بلس لانفيني. في حالة إذا كانت اكس الان تنتمي الى صفر ان، ما معنى هذا؟ ان ln دو اكس غيكون في هذه الحاله اصغر من صفر، وبالتالي موان دو اكس ln دو اكس غتكون اكبر من صفر، مما يعني ان اف بريم دو اكس غتكون موجبه، وبالتالي نقول اف فهي تزايديه على المجال ماذا؟ على المجال صفر واحد. وبالتالي غتكون عندنا الجدول ديال التغيرات غيكون على الشكل التالي. دونك فوالا اكس موان لانفيني بلس لانفيني، دونك عندنا صفر وعندنا ان. اذا فوالا اف بريم دو اكس فوالا اف دو اكس، دونك هنا غتكون تناقصيه، هنا تزايديه، هنا تناقصيه، دونك الداله فيها العديم هنا يعني ان ان دومي طونجونت. دونك فوالا فوتر طابلو دو فارياسيون بيان سور. دونك هنا اون تروفي موان لانفيني بلس لانفيني، الصورة ديال صفر هي الصفر والصورة ديال ان هي ان دومي. اذا لو فات دو دير كو اف دو ان اف بريم دو ان ايكال ا زيرو، هذا يعني ان سي دو اف فهو يقبل مماسا افقيا في النقطة واحد، نقدر نسموها بي كما بغيتو، هي ان، الصورة ديال ان هي ان دومي. اذا ننظرو ندوزو الان السؤال الموالي، هو السؤال رقم ستة تنظن، رقم ستة يقول حل في المجال تربط اف ديكس ايكال ا زيرو. اذا اف دو اكس ايكال ا زيرو، هذا يعني ان ان دومي اكس كاري موان اكس كاري ال ان دو اكس ايكال ا زيرو في المجال بيان سور صفر بلس لانفيني، يعني ان اكس كاري فوا ان دومي موان ال ان دو اكس ايكال ا زيرو، سيتادير كو اكس كاري ايكال ا زيرو او بيان ال ان دو اكس ايكال ان دومي. دونك هنا تتعنيك بان اكس ايكال راسين دو او. دونك اذا هنا يعني ان سي دو اف يقطع محور الافاصيل في النقطتين سميهم اي ان زيرو زيرو و اي دو راسين دو او زيرو. السؤال سبعة، بين ان السي دو اف يقبل نقطة انعطاف وحيدة في المجال، اذا نقطة انعطاف اللي تبينها خاصنا نقلبو على اف سكوند دو اكس اللي هي موان دو اكس ال ان دو اكس لا ديريف ديالها، دونك هي موان دو فوا ال ان دو اكس بلس ان. دونك دير كو اف سكوند دو اكس ايكال ا زيرو، ça veut dire que ln du x égale à moins 1, c'est-à-dire que x égale 1 sur e. Alors il faut chercher tout simplement f de 1 sur e. Donc si vous faites votre calcul, j'ai trouvé 3 sur 2 e au carré. Maintenant, je vais vous dire ça. Et il y a le point i de coordonnées 1 sur e et 3 sur 2 au carré. Il y a نقطة الانعطاف.
إذن فهي نقطة انعطاف. دونك البوان قلنا 1 سور او كاري يعني 0.4 0.4 0.2. فوالا. إذن قلنا دابا ندوزو لإنشاء المنحنى. إذن إنشاء المنحنى حاولت نديرو غير باش نبين لكم شي أمور خصنا نوضحوها هنايا. إذن أولا تنطراسيو محور المائل. إذا غير بالنسبة لهاد نقطة الانعطاف ما واضحاش هنا مزيان. إذا قلنا بالنسبة أن سيغ يعني زيرو كات ليماج ديالها هي زيرو. إذا راه كاينة واحد نقطة الانعطاف واخا ما واضحاش خصكم تاخدو بعين الاعتبار هنا كاينة واحد نقطة الانعطاف. قلنا هنا عندنا واحد مماس أفقي ها هو. دونك فوالا. إذا فوالا فوت كورب غتكون عندها هاد لافي. فوالا بالنسبة للوضع النسبي قلنا بأن الأس دي إف توجور فهي فوق مستقيم الدلتا. إذا فوالا رسم ديال المنحنى. غندوزو الآن التتمة ديال التمرين اللي هي الآن قالك باستعمال مكامنة بالأجزاء بين أن الانتيغرال ديال إكس كاري لأن دو إكس إيكال. ثم حدد حيز المساحة المحصور بين السي دو إف ومحور الافاصيل ومستقيمين دي ان اكس يقال ان و دي دو اكس يقال راسين دو. ناقش عدد حلول ديال المعادلة اف دو اكس يقال ام بحيث ام هو قيم عدد ام اباتور ار. ثم بارتي دو نعتبر المتتالية المعرفة بمالي زيرو ان بلس ان يقال اف دو ان بين بالترجع ان بين صفر وواحد بين المتتالية لا قوسية. ثم استنتج ان المتتالية متقاربة ثم احسب النهاية ديالها. إذا فوالا. إذا بالنسبة للسؤال الأول غنقلبو ونوجدو على لانتيغرال إي أن ديال أونتر أن إي راسين دو أو ديال إكس أو كاري ألان دو إكس. إذا هنا غنوضع أو إيكالا ألان دو إكس في بريم إيكالا إكس أو كاري مما يعني أن أو بريم إيكالا أن سور إكس إي في سوغا إكس أو كاري إكس 3 سور 3. دونك إي سوغا إكس 3 سور 3 ألان دو إكس أونتر 1 إي راسين دو أو موان لانتيغرال أونتر 1 إي راسين دو أو ديال إكس أو كاري دي إكس سيتادير سي أن تيار إكس 3 ألان دو إكس موان إكس 3 سور 3 أونتر 1 et racine de E, soit disant 1 sur 3 E racine de E sur 2 moins E racine de E sur 3 plus 1 tiers. Et de rendre au même dénominateur, c'est-à-dire c'est 1 tiers, donc 3 E racine de E moins 2 E racine de E plus 2, le tout sur 6. C'est-à-dire, c'est E racine de E plus 2 sur 18. Donc, c'est bien ça. Et donc, بالنسبة l'air, entre 1 et racine de E, dit F de X, dx, c'est-à-dire l'intégrale entre 1 et racine de E, de 1 demi X au carré moins X au carré ln de X, dx. Donc c'est-à-dire 1 demi de x3 sur 3 entre 1 et racine de e moins l'intégrale de e racine de e plus 2 sur 18. Donc vous faites votre calcul. Donc j'ai trouvé moi 2 e racine de e moins 5 sur 18, sans oublier multiplié par l'unité d'air. Comme l'unité d'air, c'est-à-dire on va multiplier par 4, c'est-à-dire on va multiplier donc ici par 4. Donc ça va nous donner quoi? 2 plutôt 4 e racine de e moins 10 sur 9 en centimètres au carré. Tenez compte, j'ai oublié, on va mettre ça. صحيح. إذا الآن غنمشيو للسؤال
10 وهو ديال المتتاليات، عدد الحلول اف دو اكس ايكال ام. الوغ هنا الى رجعت معكم لا كورب بو بيان كومبوندر، اذا ام طونطو فوزالي ميتر ان ام هنا اللي كانت ام سي يعني اكبر من ان دومي، ان دومي هو هذا، او غتكون بين صفر و ان دومي هنا، او غتكون في هذا الجانب، او غتكون هنا تحت. اذا هنا كاينين ديفيرونت كا، اذا فوالا لا بروميير كا اللي كانت سي ام اكبر من ان دومي، نقولوا لك كانت ام اكبر من ان دومي. تلاحظوا بان عندنا تكون عندنا في هذه الحاله اون سول سوليسيون، يعني حل واحد. اذا كانت ام بين صفر و ان دومي، اذا دعا الحلول ثلاثه حلول. اذا كانت ام اصغر من صفر، كذلك هنا حل واحد. اذا كانت ام ايغال ا زيرو، عندنا حلان اللي هما اكس ايغال ا زيرو و اكس ايغال راسين دو او. اذا كانت ام ايغال ان دومي، اذا عندنا حل واحد اللي هو اكس ايغال ا. هذا هو الجواب على هذا السؤال. اذا في حاله دوزيام بارتي عندنا اي زيرو ايكال ا، قلت لكم بالترجع ان اذا بالنسبه تلاحظوا بان بو اي زيرو ايكال ا، تلاحظوا بان ا تحقق هذيك العباره بين صفر وواحد، اذا فهي صحيحه. اذا شنو غنقولوا؟ نفترض انها صحيحه بالنسبه لان ايكال زيرو، إذا ولنبين أنها صحيحة بالنسبة لـ n plus 1، يعني خصنا نبينو بأن n plus 1 فهي كومبري أونتر 0 و 1. إذا دائما انطلاقا من الفرضية، عندنا f ما نساوش بأنها تزايدية، مما يعني أن f دو un غتكون بين f دو 0 و f de 1. Ça, c'est quoi? C'est u1 plus 1. F de 0, c'est 0. Ou f de 1, il y a 1 demi ou 1 demi sera moins 1. Mais il y a une u1 plus 1. Ça se prend bien 0 ou 1. L'un, bien bien la t'as la poussière. A d'un goulou bien u1 plus 1 moins u1 هي f دو un موان un. فعسب السؤال السابق قلنا بان كيل كو سوا اكس ابارتونون ا 0 1، قلنا مونطري بينا بان f دو اكس فهي اصغر من اكس. اذا بالنسبه ل un حتى الاخرى هي تنتمي الى 0 و 1، يعني غتكون عندنا f دو un ات انفيريور ا un، c'est-à-dire u1 plus 1 est inférieur à u1، مما يعني ان u1 فهي تناقصيه. اذن اضف الى ذلك تناقصيه ومصغوره بالعدد صفر، يعني انها متقاربه. وطبيعه الحال كاينه ليميت دو u1 lorsque un tend vers plus l'infini، غتوجدوها بطبيعة الحال. سي خص تكون فو ريزودغ ليكواسيون اف دو ال ان ليميت دو ال ان ايكال ال، دونك هنا غتوجدوها بان ايكال ا زيرو. اذا هذا هو نهاية الجواب عن هذا الموضوع. اتمنى ان يكون تبسيط هذه الاشياء مفهوما لدى الجميع. اشكركم على انتباهكم، واتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.